الخامسة والدرس الصنف اللغوي اسم الآلة. اسم الآلة من أهدافنا أن نتعرف على اسم الآلة وأن نتعرف ما هو مشتق منها وما هو قياسي مشتق وقياسي وما هو سماعي أو جامد سمع عن العرب. نتأمل الصور التي أمامنا، صور المعروضة في التمهيد تهيئة، ثم أجيب عما يلي. أتأمل الصورتين ثم أجيب عما يلي: من أي أنواع المشتقات كلمة طالب وما وزنها؟ طالب، طالب، قلنا أن الثلاثي الفعل الثلاثي يوزن بالفاء والعين واللام، الحرف الأول نسميه فاء الكلمة والحرف الثاني لام الكلمة عين الكلمة والثالث لام الكلمة. فطالب مأخوذة من طا لا با فا عا لا طالب. ما وزنها؟ ما زيد على الكلمة يزاد في الميزان. طالب فاعل وزنه نعم فاعل، اسم فاعل وزنه فاعل، من الثلاثي على وزن فاعل. استخرج من العبارات المكتوبة اسم فاعل من فعل أكثر من الثلاثي، فعل غير ثلاثي، رباعي وخماسي أو سداسي، ثم أبين الفعل الذي اشتق منه، الفعل الذي اشتق منه. نعم، اقرأ. معا جميعا للقضية على المخدرات. أخي الطالب، السيجارة هي الخطوة الأولى نحو الهلاك فاجتنبها. نعم، بارك الله فيكم. المخدرات، الفعل خدرة مبني المعلوم، مش خدرة، خدرة مبني المجهول. اسم الفعل يأتي من فعل مبني للمعلوم. نعم، يجوز تثنيته وجمعه مخدرات. أرى في الصورة يدا اسم مفعول، ممتاز، مرفوعة كتبت عليها كلمة لا. أسمي آلة للتبريد ثلاجة، آلة للحقن إبرة. تأمل الكلمات الملونة في الأمثلة التالية لأجيب عما يلي: ازدادت مشاكل المدمن فأصبح مراقبا كأنه تحت مجهر، مأخوذة من النص الاستماع، نص الاستماع لنضرب على يد السفهاء بمطرقة من حديد، مطرقة. تناول المدمن حبة واحدة منشطة هي مفتاح، مفتاح. اختار الإجابة، اختار الإجابة الصحيحة مما يلي بوضع علامة الصح أمامها. الأسماء الملونة في الأمثلة السابقة تدل على زمن حدوث الفعل ولا أداة تدل على أداة يكون بها الفعل. نعم، أداة يكون بها الفعل. جامدة أم مشتقة؟ جامدة ما لا يكون مأخوذا من الفعل، وضع هكذا لم يشتق من الفعل. أخذنا المشتقات كاسم الفعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم التفضيل وآخره. اشتق من الفعل أي تؤخذ من الفعل، أما الجامد فلا يؤخذ من الفعل، سمعت هكذا عن العرب. أما الاسم المشتق فهو مأخوذ من الفعل، مثل عالم اسم فاعل، ومتعلم أيضا اسم فاعل، واسم مفعول وصيغ مبالغة وتفضيل وهكذا. إذن هي مشتق.
مجهر وزنه 100 فعل، جهر عدد أحرفه ثلاثي، 3 أحرف، مطرقة 100 فعل، ما زيد على طارق يزاد على الوزن. نعم نعم مفتاح 100 فعل، بارك الله فيكم، فتح أيضا ثلاثي. سمع العرب أسماء للآلة مشتقة من الفعل خارجة عن السياق القياسية زي منخل ومكحلة. المفترض أن تأتي على مفعل ومفعلة، لكنها سمعت بالضم وليس بالكسر. نعم، اسم الآلة اسم مما سبق، مجهر ومطرقة ومفتاح، مشتق من الفعل للدلالة على، يدل على أداة وسيلة يكون الفعل بها. الأوزان المشهورة القديمة 3 أوزان التي أتت معك في الجدول السابق، التي أتت معك في هذا الجدول، مفعل مفعلة مفعل. نعم بارك الله فيكم، مفعل مفعلة ومفعل. وأقرت مجامع اللغة العربية في مصر والمملكة العربية السعودية والشام صيغا لأسماء الآلة في العصر الحديث: فعالة، سخانة، ثلاجة، فاعلة، رافعة، ساقية، حاسبة، فاعول، ساتور، حاسوب، فعال، عداد، حراس، نقال، هاتف نقال. ليكن الجميع كالسيف القاطع على كل باطل. اسم آلة للقاطع السيف. هل السيف اسم مشتق أم جامد؟ مشتق يعني مأخوذ من الفعل على وزن، وزن مفعل ولا مفعلة؟ مفعال، فعالة، فاعلة، فاعول، فعال، ليس على الأوزان السابقة، إذن هو جامد. يقول المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا البيت قيل أنه البيت الذي قتل صاحبه، وله قصة إن شاء الله نحكيها لكم بإذن الله. أستخرج من البيت السابق أسماء الآلة الجامدة الغير المشتقة: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نعم كأني أسمعكم، نعم، السيف، الرمح، القلم، بارك الله فيكم. إذن اسم الآلة اسم سواء مشتق أو جامد يدل على أداة، يدل على أداة يكون بها الفعل. قسمة: الذي له أوزان مشتق، والمأخوذ أو سمع عن العرب جامد. المشتق أوزانه القديمة مفعل ومفعلة ومفعال، والجامد قلنا سمع عن العرب كما قال المتنبي في بيته السابق: سيف، قلم، فأس، وهكذا، سكين، رمح. نعم، أجيب عن الأسئلة التالية مع مراعاة اشتمال الإجابة على اسم آلة مشتق أو جامد. بالتأكيد تطبيقنا على اسم الآلة، إذا نريد أسماء للآلة سواء كانت مشتقة أم جامدة. بما يحرث الفلاح الأرض؟ نعم بالمحراث، نعم بارك الله فيكم. ما الآلة التي تغسل بها الملابس أو الثياب؟ نعم في كل بيت الغسالة،
فعالة من الأوزان الحديثة بما يقص الورق بالمقص. نعم مفعل، قص مقص مفعل. نعم، ما الآلة التي يستخدمها الجراح في العمليات؟ أكثر من آلة، مشرط، مبضع. نعم مفعل. نعم، ما الآلة التي يعرف بها وزن الشيء سواء كان صغيرا أم كبيرا؟ ذهب، فواكه. نعم بالميزان. نعم، ماذا نستخدم لمعرفة درجة الزاوية في الأشكال الهندسية؟ نعم، المدرجة بالدرجات. نعم بالمنقلة، مفعلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع والإنصات، فهمكم الله علمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.